هذا السنة تشهد مشاركة أزيد من 11794 مترشح بين أحرار ونظاميين في 42 مركز على مستوى الولاية، وهيئت كل الظروف من أجل إنجاحها من حيث الإحاطة التربوية البيداغوجية الصحية وكذا المرافقة المادية. أتمنى كل التوفيق والنجاح لأبنائنا إن شاء الله. التحضيرات لهذا الامتحان هذا كانت على قدم وساق منذ فترة، حيث تم التحضير لها ماديا وبشريا. فمن حيث الجانب المادي تم تحضير هذه المراكز خاصة بتوفير المكيفات على مستوى حجرات الدراسة بحكم أن المنطقة شديدة الحرارة، كذلك توفير كل ما يتعلق بالجانب الأمني والتأطير والتجهيز وكل الأمور المتعلقة بإجراء الامتحان، على أن يجتاز أبناءنا هذا الامتحان في ظروف جيدة.